السلام عليكم اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم باذن الله جبت لكم واحد الحلوى سهله اقتصاديه، مكوناتها متواجده في اي بيت، والاهم انها سريعه في التحضير ديالها وكتوجد في اخر لحظه، كتجي زوينه بزاف وما غاديش تحتاجوا لا طوابع لا حتى شي حاجه، كتجي هكا هشيشه كتذوب في الفم، ومكونات ديالها جد جد اقتصادية. فنتمنى انكم تجربوها، وبلا ما نطوي عليكم نخليكم تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نبداو بسم الله على بركة الله بالمكونات اللي غادي نحتاجوها في هذه الوصفة. هذه بالنسبة للمكونات، عندي حبة ديال البيض، البيضة تكون بدرجة حرارة المطبخ. غادي نحتاجو كأس من السكر ما يعادل 150 غرام، غادي نحتاجو كأس غير ممتلئ من الزيت ما يعادل 100 مليلتر، كأس إلا ربع. غادي نحتاجو كذلك 7 غرام من خميرة الحلويات ما يعادل واحد الملعقة صغيرة. غادي نحتاجو الفانيلا، أنا عندي هنا بودرة الفانيلا، غادي تحتاجو كيس من السكر فانيلا. غادي نحتاجو كذلك الزبدة، الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، فهذه النوعية اللي استعملت زبدة حيوانية، يمكن لكم تستعملوا كذلك حتى زبدة المارغارين، كتجي زوينة ولكن بالنسبة للطعم فهذه كتعطينا طعم أحسن. بالنسبة للكمية فعندي هنايا هذه اللي فيها 250 غرام، غادي نستعملو الكمية ديال 200 غرام، وخصها تكون بدرجة حرارة المطبخ كيف ما كتشوفوا. فحيت من هنايا واحد الكمية ديال 50 غرام، يعني عندنا الكمية ديال 200 غرام. غادي نحتاجو كذلك للدقيق، بالنسبة للكمية غادي نقول لكم شحال غادي نحتاجو بالضبط في الوصفة. فغادي ندوزو الآن طريقة التحضير. بالنسبة لطريقة التحضير، في واحد الإناء غادي نوضع واحد القبيصة ديال الملح ما ذكرتهاش مع المكونات، غادي نضيف هذيك الزبدة، ثم غادي نقوم بإضافة داك الكأس ديال السكر، وغادي نضيف الفانيلا. فأنا عندي هنايا بودرة الفانيلا، غادي نستعمل جوج أكياس، نتوما عوضوها بواحد الكيس ديال السكر فانيلا. وتقدروا كذلك تستعملوا حتى القشور ديال البرتقال او القشور ديال الحامض على حسب الرغبه ديالكم، حتى هما كيجي الطعم ديالهم زوين. صافي، غادي الان نخلط هذه الزبده هذه كيف ما كتشوفوا، خصها تكون بدرجه حراره المطبخ. غادي نخلطها مع هذا السكر هذا حتى كتندمج جيدا. ثم الان غادي نضيف داك الكاس الا ربع من الزيت، صافي. بعد ما ولا الخليط كيف ما كتشوفوا هكا كريمي بهذا الشكل هذا، غادي نضيف الان هذيك البيضه. فبالنسبه للبيضه غادي نضيف فقط الصفار، وبالنسبه للبيض فغادي نحتفظ به للتزيين. وصافي، غادي نبداو الان في اضافه الدقيق، غنضيف واحد الكميه بحال هكا، وغادي نضيف كذلك هذيك الملعقه ديال خميره الحلويات. فغادي نكمل الخلط باليد ديالي، كتبقاو كتضيفوا صافي الدقيق حتى كتجمع معكم العجينه. فبالنسبه للعجين كتكون واحد العجينه بحال هكا متماسكه. فبالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي احتاجيتها، فاحتاجيت الكميه ديال 400 غرام من الدقيق، غادي تحتاجوا من 400 حتى 450 غرام من الدقيق على حسب النوعيه ديالو. وهنا خديت هذاك العجين وضعته ما بين جوج قطع ديال ورق الطهي، وغادي نسرحو هكا بالاستعانه بالدلاك. غادي نمرر هكا اليد ديالي فوق منه باش كيعطينا نفس السمك في جميع القطع. وصافي، غادي نحيدو هذاك الورق، وغادي نقطع هكا الجوانب اللي كتكون زايده، غادي نحيدهم حتى نعاود نستعملهم. وصافي، بعد ما قطعت هذيك الجوانب غادي ناخذ العجين، غادي نوضعو هكا في واحد الصفيحه
اللي كتدخل الفرن. فبالنسبه لورق الطهي كيف ما شفتوا راه كيساعدنا بزاف. والان غادي ناخذ هنايا شويه ديال الكاوكاو مع اللوز، تقدروا تستعملوا غير الكاوكاو بوحدو او اللوز بوحدو. غادي نهرمشهم واحد شويه، فانا راهم تطحنوا لي شي شويه اكثر من القياس، حاولوا فقط غير تهرمشوهم وتستعملوا اللوز فقط او تستعملوا الكاوكاو فقط على حسب الرغبه ديالكم. وهنا غادي ناخذ ابيض داك البيض اللي احتفظنا به في الاول، غادي نضربو شي شويه بحال هكا، وغادي ندهن به العجين. فكتحاولوا تدهنوا جميع الجوانب جيدا. وغادي ناخذ هنايا داك الكاوكاو ومع اللوز، وغادي نوضعو بحال هكا كتزين من الفوق، وكذلك حتى بالنسبه للطعم راه كيعطينا طعم. فغادي نرش فقط النصف ديال العجين هكا بالكاوكاو واللوز، وبالنسبه للنصف المتبقي فغادي نزينو بالزنجلان. وغادي نحاول نضغط عليهم هكا في الاخير شي شويه هكا بيدي باش كيلتصق مزيان هذاك الزنجلان وكذلك هذاك الكاوكاو من الفوق. والان غادي نقطعوا العجين ديالنا، فكتقطعوه بالحجم اللي بغيتو نتوما وعلى حسب الرغبه ديالكم. انا قطعته بحال هكا فقط غير بهاد الاداه هذه اللي كنستعملوها في العجين هي اللي استعملت. وغادي ناخذ الان هاد القطع بهذا الشكل هذا، كيتهزوا معنا بكل سهوله كيف ما كتلاحظوا، وكنوضعهم كنستفهم في واحد اللاطا اللي كنكون فرشها بورق الزبده او كتكونوا دهنينها بشويه ديال الزيت، وغادي ندخلهم الفرن. فكنحاولوا نفرقوا ما بيناتهم لان العجين واضعين فيه الخميره، فمازال غادي ينتفخوا في الفرن. وبالنسبه للفرن فكديروهم على نار اللي كتكون مهيله باش كيطيبوا جيدا من الداخل وكيدخلهم الطياب حتى من الداخل، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وصافي كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه اللي حضرت معكم اليوم، حلوه اللي سهله واقتصاديه وكتوجد بسرعه كيف ما شفتوا، وكتجيب بنينه بنينه بزاف. هاد الحلويات اللي كتكون هكا يعني بسيطه فكتكون فيها واحد اللذه خاصه، جربوها وردوا عليا. وبالنسبه للقوام ديالها راه كتجي هشيشه كتذوب في الفم، كتجي هشه بزاف. نتمنى فعلا انكم تجربوها. وصلنا لنهايه الفيديو، تلقوا فيديو قادم. اذا عجبكم طبعا الفيديو شجعوني باللايكات ديالكم، اشتركوا في القناه وفعلوا جرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. نتلقاو في فيديو قادم عوصفة اخرى. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.